طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطأ لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. نرحب بكم متابعينا بعدة الورود التي تفوح بأزكى العطور. معكم برنامج صوت ملائكي. ضيفنا هو الملحن والشماس بهزات إسحاق من هولندا. يا أهلا وسهلا بالشماس بهزات. أهلا بيكي. أهلا بيكي. نورتنا شماسنا، وهاليوم عندنا شخصية خلينا نقول مركبة غريبة، ونفتخر بحضرتك والأعمال الجميلة والخدمات التي تقدمها للكنيسة. أهلا وسهلا بك، أشكرك. أكيد إحنا نفتخر بك أنت، لأنه أنت من أحلى شيء بهاللقاءات وبهال المواضيع اللي تتطرقين عليه مع ضيوفك. أكيد إحنا اللي نفتخر بيكي، وبالأخير الفخر هو أن أفتخر بصليب المسيح. آمين يا رب. ففقط توضيح لمتابعي قناة القيامة، برنامج صوت ملائكي يخص كل الخدمات التي تتعلق بالجوق. إذا كانوا ملحنين يكتبون تراتيل أو مرنمين أو اللي يعزفون في الجوق، فطبعا نشكر كل من يخدم هالخدمة الجميلة. شماسنا، حضرتك في هولندا من عام 1997، بمعنى 25 سنة حضرتك خارج العراق. فأحكي لنا بهولندا شلون حياتكم، الأوضاع لحد الآن؟ مثلا تحضر قداديس، الكنيسة مفتوحة يمكم، وخاصة نعرف راعي الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية الموجودة في هولندا هو أبونا فراس. نعم. بصراحة أول ما وصلنا لهولندا ما كان عندنا كنيسة، وكان عندنا راعي، بس الراعي ما يقدر لكثر جماعة، وبعدين لكثر حتى بالنسبة للإقامة للكاهن نفسه، كان عندنا كهنة يجون من إيطاليا يقدسون. إلى أن جاء أبونا فراس، استقر في هولندا وبقى ويانا لحد اليوم. في هولندا عندنا إحنا مراكز في المدن الكبيرة أو المدن اللي فيها أكثر عالم من الكلدان. فكنا نروح، أنا بالنسبة لي كنت أروح لمركز روتردام. هناك كنا نأجر كنائس هولندية ونقدس فيها ونطلع منها ونرجع. أول ما بلشت في الخدمة في هولندا كشماس، وأيضا كنت أدرب جو في مركز روتردام مع العازف المبدع غاندي ستيفان. كان عندنا جوقة مبتدئة، جوقة ملتزمة بأصوات أيضا متواضعة جدا، وكان عندنا أصوات شبه قليلة من الأصوات المرنمين والمرنمات. بس راح أرجع أقول أنه لبعد المسافة أو يمكن كانوا موجودين في مركز آخر. حضرتك لديك موهبة كتابة وتلحين تراتيل، تمام شماسنا؟ نعم. هنتطرق على هالمواضيع. نبدي مع أول ترتيلة قمت بكتابة كلماتها وتلحينها، وكانت بصوت سيادة المطران بشار وردة. نروح نسمع جزء من عدها وحكينا على هالتجربة المتميزة. يا مخلصاني قرباني وثاني
بالنسبة للترتيلة يا إيشوع يا شلام شيني، هي أول ترتيلة كتبتها لحنتها بحياتي، فهي من أغلى وأحلى تراتيل اللي آني عندي كلش غالي. رتلناها في هولندا في البداية في الجو مع العازف غاندي، بعدين انطيتها لعازفنا اللي لحد اليوم ينور كنائسنا بصراحة، هو أستاذ هو عازف هو كل شيء، الأخ العزيز ساهر الصلاحي، فكان عنده سفرة هو العراق فأخذ الترتيلة معه هناك. رتلة زيادة طبعاً بشار وردة، وأني كنت من الناس جدا فرحان لما سمعت سيادة طبعاً مرتل أول ترتيلة لي. هاي كانت فرحة كبيرة، ولحد اليوم في هولندا ترتل هاي الترتيلة، وترتيلة لحنها جدا بسيط، كلماتها جدا بسيطة. طبعا كتابة تراتيل هي بحد ذاتها شعر، فإلهام الشعر يمتى يجي؟ يم شماس بهزات، شلون تحس بيه؟ الورقة والقلم دائما يمك؟ أول شيء وقبل كل شيء الترتيل يعني صلاة. النتيجة أي ترتيلة شنو ما تكون لغتها ومقامها ولحنها، بالنتيجة هي صلاة. بالنسبة للكلمات أحياناً أخذها من نص إنجيل، يعني من فكرة من الإنجيل وأبتدي أكتب كلمات. عندي تراتيل لمريم العذراء مثلاً، عندي ترتيلة شنو دور مريم العذراء في الإنجيل، فأخذت من أبي سبحان الجليل إلى عند الصليب، وبعدين في لما نشوف يسوع ينصلب، كل هالأحداث ممكن نكتبها عن طريق شعر. موهبة الشعر هي موهبة ممكن لا تسأليني عليها لأنه ما عندي جواب، بس عندي موهبة الشعر. أما الألحان، يعني متأثر كلش هواية بالألحان الكنيسة الكلدانية اللي إحنا عليها، الألحان اللي إحنا نصليها بالرمش، صلاة الصفرة، صلاة الرمشة، عندنا ألحان عظيمة رهيبة مختفية. عادةً إحنا كنا نرتل، يعني راح أجيب لك مثل، نرتل مثلا ترتيلة يا رب ارحمنا في جميع كنائسنا، قليلين يجون يسألون طيب منو كاتب هالترتيلة ومنو ملحن هالترتيلة، فحاولت أن أخلي المقامات الشرقية ابتداء من الحجاز وبيات صابة وبورد ريس في التراتيل الجديدة بكلمات تنطي يمكن مفاهيم جديدة أو فكرة جديدة
حاولت أنسق بين الفكرة الجديدة اللي أخذها من الإنجيل أو حتى من المفهوم اللي مفهوم الصلاة، لأنه بالنتيجة هي صلاة. يعني عندي أنا تركيلة مثلا، يا يما برحمة يا يمي مريم هل تشبحن يا جياني مريم، هو غزل في مريم العذراء. فأكيد يعني من هالأشياء أو هالنقاط الرئيسية، بس النقطة الرئيسية اللي أنا أخذ منها أفكاري حتى أقعد أكتب فأرجع على الكتاب المقدس وأفكار أمثال اللي مذكورة في الكتاب المقدس، أخذ فكرة منها وأبتدي أكتب عنها كشعر وبعدين اللحن. معرفتك بالمقامات هل هي معرفة أكاديمية أم ماذا؟ هي أبدا مو أكاديمية أبدا، أنا ما دارس ولا شيء. نعم. حاولت أطور موهبتي لنفسي. لما كنت أسمع ترتيلة معينة كان لازم علي أسأل شنو مقامها، وين، شنو الترتيلة، شنو لحنها. بالعربي نقول أقعد أفسخ الترتيلة من البداية للنهاية. بالإضافة أنه إحنا، أرجع أقول لك أنه إحنا أساساً عندنا مقامات، إحنا في قداسنا نستخدم ممكن حجاز، ممكن طبعاً بالطقس القديم، نعم، ما نسميه قديم أو قبل التغيير، ممكن الشماس كان يبتدي نوشاتان ودحداده في حجاز والكاهن يجاوبه حجاز، ممكن يبتدي بيات أو كرت أو نهاون أو أي مقام ثاني. فأنا أكيد كان عندي اطلاع على المقامات كشماس، فجيت استخدمتهم كتراتيل. وهذا الشيء ما هو سهل، وبنفس الوقت ما هو صعب كثير. أول مرة بديت بكتابة تراتيل كانت بالعراق أم في هولندا؟ في هولندا أكيد. أول ترتيلة يا إيشوع يا شلام أو شيني اللي رتلها سيد أمشي. نعم. ننتقل إلى المرنمة فرح فؤاد اللي كتبت إلها ترتيلتين ولحنتهم أيضا، وطبعا هالترتيلتين تنعرض كثير مرات من خلال شاشة قناة القيامة. نبدي مع ترتيلة يا إيشا، نروح نسمع جزء من عدها وأحكينا عنها، خاصة أخت فرح فؤاد هي مقيمة في القوش وحضرتك في هولندا، فشون تعرفتوا، الأحداث اللي صارت أثناء بناء وتكوين هالترتيلة بحيث وصلت إلنا بهالجمالية. خطئت كثيرا وبكيت كثيرا
في قلبي الآلام. علمني يا ربي توبة. ترتيلة يا يسوع للمرنمة المبدعة فرح فؤاد في القدس. أول شيء شلون تعرفت على أخت العزيزة فرح؟ أكيد من خلال الصفحة اللي مشكور أبونا أمير جمو اللي فتح صفحة في الفيسبوك الموسيقى الكلاسية، فابتدوا مرنمين ومرتلات ينزلون التراتيل بهالصفحة، فابتديت أسمع كذا مرنم أو مرنمة من خلال نفس الصفحة. صوت فرح، صوت بصراحة جذبني، عندها إمكانيات موسيقية رائعة، فحاولت أتصل بها وهي طبعا عرضت عليها. أول ترتيلة كانت يا ماري تيلي الجيبو، وهي الترتيلة اللي أني أحبها كلش، أحبها لأنه كتبت كلماتها وأني حاضر في قداس هولندي في هولندا، فكل كلماتها دا أحكي مع يسوع وشخص داخل الكنيسة ودا يحكي مع يسوع. فمن خلال الموسيقى الكنسية تعرفت على أخت فرح. بعد التدريبات اللي هي كل الصعبة، لأنه إحنا بعيدين، أنا في هولندا وهي في القوش، بس حاولنا أنه نسوي عمل متواضع اللي أكيد أهم شيء أنه قدمنا خدمة في كنيستنا، وهذا المهم بالنسبة لي. أما فرح كشخصها فأرجع أقول إنسانة ملتزمة، إنسانة صوتها جدا رائع. أحيانا كنت أقول لها صوت جيدرس، فعلا صوت فرح، صوت الكنيسة المفروض تستغل هيجي أصوات، وعندنا إحنا أصوات ما شاء الله، يعني كنائسنا مليانة الأصوات، وأتمنى أشوف الأصوات يوم من الأيام على مدنطيهم التراتيل اللي أنا مسويها واللي هي حاضرة، وأتمنى ترد الكنائس. مع المرنمة فرح عندك الترتيلة باللغة العربية يا يسوع، والترتيلة الثانية يا ماري ثالي الجيبوغ بالسورة الكلداني. فإحنا لما يكون عندك تعامل مع مرتل أو مرتلة، إذا كانت الترتيلة بالعربي أو بالسورة، فأيهما أسهل حضرتك؟ لتعدد لهجات السورة اللي عندنا طبعا العربية أسهل، أحب السورة أكثر، بس تعرفين يعني هذه لهجة، القوش يحجون شكل، وبطنايا شكل، كويسنجر شكل، وعنكاوة شكل، فلما يجي ككاتب يكتب الكلمات طيب بأي لهجة. فأكيد إحنا عندنا اللغة السورة اللي هي خلينا نسميها انترناشنال، أنه الكل يفهمها، فحاولت أنه أكتب بهاللغة، ودائما أحاول مع المرنم لما تكون باللغة السورة أحاول أنه أعدل كلمات، أكون مستخدم كلمة مثلا في عنكاوي يستخدموها وفي كويسنجر في القوش ما يستخدموها. نعم. أحاول أنه أجمع الصيغة ككلمات بحيث الكل يفهم. بالنسبة للغة العربية أكيد أسهل، مع أنه هي أصعب قواعدية، بس اللغة العربية طبعا حاليا صايرة لغة المتداولة، هي أكثر لغة يمكن إحنا نحكي كتراتيل، لأنه إذا جمعت تراتيل اللغة العربية فأكيد هي أكثر من اللي عندنا يا بالسورة، على الأقل التراتيل الجديدة، فالجديدة هي أكيد بالعربية. الترتيلة هذه يا يسوع من التراتيل اللي
فعلا أنا تعبت فيها كتلحين وكلمات، استخدمت فيها حجاز وبيات، وفيها مثل ما نقول بالموسيقى فيها ضربات تحويلات بسيطة من الصبا. شاركنا بها العازف المبدع الرائع والموزع أونيل، أكيد تعب كلش، لأنه يعني تعرفين لما أني أمطي اللحن وأني بعيد، فهو راح يستلم المرنمة وبعدين هو اللي يدربها ويظل وياها إلى لحظة تسجيل، لحظة تصوير، لحظة مونتاج. فأشكر أكيد من منبر قناتكم أخوي العزيز أونيل لشغله وخدمته أنا فيها معانا ومعي مع فرح في هالكتبتين اللي هو أبدع بعزفهم. حاليا يوجد على الساحة العربية بشكل عام، خلينا نقول على الساحة اللبنانية، تراتيل باللهجة اللبنانية، فأكو بالك يوم من الأيام تكتب تراتيل وتلحن باللهجة العراقية، خاصة أن اللهجة العراقية متميزة أيضا شماسنا. هو حلو بس اللهجة العراقية شوفي، لأنه شيء ما صاير أو ما سامعيها، يمكن أتصور نعم. سمعت مرة إلى ما أعرف من فلو أكيد ليش لا، مع أنه هي صعبة شوية. أما عادة يعني اللغة اللبنانية ما أعرف ليش، يعني يمكن مأخوذة يمكن من المرنمين القديمين اللبنانيين، بس باللهجة العراقية أكيد بالنسبة لي ما مفكر بيها، بس ليش لا، يعني ممكن أكيد. نعم. صعبة. احنا وجمهورنا سمعنا ترتيلة يا يسوع، هسا نروح نسمع ترتيلة يا ماري ثيلي القيبخ اللي أيضا تكلمت عنه، وبعدين نرجع. ترتيلة جميلة. فشماسنا أريد توضيح، هنا أنا
حضرتك سمعت صوت فرح، بعدين حضرتك تعاملت معاها، اتصلت بيها، ولكن بالعادة أنت تختار المرنم اللي تريد تتعامل معاه أم كيف؟ أكيد. واختاريت كذا أصوات، يعني ما كانت فرح طيب، وحكيت لحضرتك أنه حالياً مشغول مع المرنم المبدع يونان في عنكاوة، الصوت اللي يعجبني أحاول أتصل. اتصلت بأصوات من كندا، أستراليا، حتى العراق، بس طبعاً مرات ما يكون وقت أو فرق الوقت هو اللي يحكم. الصوت نعم أنا أختاره بعد ما أسمعه في كذا ترتيلة، في كذا مكان، في كذا مناسبة. نعم. هالخدمة اللي تتقدمها كتابة وتلحين تراتيل، هل هي خدمة مجانية؟ أكيد مجانية 100%. نعم. وراح تبقى مجانية. لحد الآن من خلال هذا البرنامج تعرفنا أنه حضرتك تكتب وتلحن تراتيل، فهل موهبة، هل هي مكرسة فقط لهذا الأمر أم كاتب أيضا مثلا أغاني، ملحن أغاني؟ أشكر الله لا، لأنه أحب أطور الموهبة لكنيسة. آمين يا رب. أغاني أبدا ما عندي أي ميول إلها، أن يوم من أيام أتفوق لي الملحن لا. لدينا ترتيلة يا يمة رحمة يا يمي مريم بصوت المرنمة طيف اللي حاليا هي مقيمة في لبنان، نروح نسمع جزء من عدها ونحتاج تحكينا قصة هالترتيلة. يا يمة رحمة يا يمي مريم، ترتيلة أيضا طبعا لغة بلغتنا سورة. هالترتيلة هي سلسة حتى في مقامها، في كلماتها اللي أبدعت بها طيف. طيف أيضا من أصوات اللي الكنيسة لازم تحتضن صوت طيف. طيف من المرنمات الرائعات، عندها كمية تراتيل. بالأخير يمكن رتلت ترتيلة جديدة من كلمات وألحان ناس ثانية. أنا سويت ترتيلتين لطيف، أقول دائما رتلتهم بجدارة، رتلتهم
بأروع صورة ما يمكن. كانت التدريبات بيني وبين طيف كلش طويلة، لأنه هي حاليا في لبنان، وأيضا أحداث لبنان كانت شوية صعبة عليها تتواصل. كنا مرات نرتل يمكن ربع ساعة وبعدين ننقطع نرجع بعد أسبوع وهكذا. أنا عندي تراتيل لا يزال قائمة بيني وبين طيف، بس طبعا بسبب تعرفين الالتزامات اللي في أوروبا عندنا كشغل، وهي أيضا تشتغل في لبنان، فانقطعنا لمدة، بس بإذن الله أكيد راح أرجع مع طيف، لأنه يعني أنا أريد أعطيها تراتيل ثانية، وأيضا مع فرح ومع المرنمين اللي يحب أكيد ممكن دائما يراسلني وأكون جدا سعيد. نعم، حضرتك ملحن تراتيل بحدود 20 ترتيلة، ولديك 8 تراتيل هي مسجلة يعني على قيد الحياة، البقية شماسنا؟ أكيد البقية موجودين يعني كلمات وألحان، وتنتظر المرنم أو المرنمة اللي يمكن تكون مبادرة من عندي أو من عند المرنم أو المرنمة نفسها. أكيد عادة أسمع أو أول ما أتعرف على المرنم مرنمة أسمع على أساس صوته وقابلية صوته أختار لتيلة من التراتيل اللي أني مكملها أو كاملة. بنفس الوقت إذا ما عجب أحيانا المرنم أو المرنمة ما تعجب، ما يدخل، ما أعرف شون يعني، ما أعرف شو أسميه بالضبط، بس يمكن تقول الكلمات ثقيلة أو الألحان صعبة، فنبتدي أعرض على المرنم أو المرنمة لحن ثاني، كلمات ثانية، إلى أن نتفق أنه هاي الكلمات وهذا اللحن أنت أو أنتي ممكن تجيبي بأحسن حالة، بأحسن ترتيل، ونتفق هيجي شوية شوية ونتدرب إلى أن نوصل لثمرة أنه إحنا زرعناها معها. حاليا لديك عمل جديد مع المرنم يونان يوسف، الترتيلة تحت عنوان ها أنا واقف أمام المصلوب، فهذا العمل يمتى نشوفه على قيد الحياة؟ هاي الترتيلة بصراحة ترتيلة كل الصعب، تحتاج صوت قوي، تحتاج إمكانية صوت يكون فعلا صوت مرنم، صوت ما هو صوت جديد، ممكن يكون صوت جديد بس الصوت الجديد أكيد راح يأخذ وقت أكثر. فالأخ العزيز يونان عنده قابلية رائعة، صوته ممكن يستخدم في جميع المقامات، حاليا مشغول معه، أتصور هو عنده عازفين ماهرين في أنكاوا راح يعزفوا ليه وراح يوزعوا ليه، وهاي تبقى عنده هو، مش وقت راح يسجلها، مش وقت راح يسمع لنا اياها، اكيد انا راح اسمعها مثل يعني لما هو يخلص. باقي في شويه اشياء نكملها، واكيد اكيد راح تنزل باقرب. من بدت الحلقه نستخدم لقب الشماس، فأحكي لنا شماسنا، يمتى دخلت إلى خدمة الشماسية؟ أنا كلمة شماس ما أحب أحد يصيحني بي إلا أكون مستحق. نعم. بالمناسبة أنا ما كنت أروح للكنيسة، بس لأنه متربين في عائلة، من كنت طفل كنت أشوف أبويا دائما بالكنيسة،
يعني. واحنا طبعا من كويسنجر، وكويسنجر كان عنده كنيسة صغيرة، كنت صغير، كان عندنا كاهن اسمه أبونا متي بوسا الراهب الله يرحمه، كان يحبني هواية، فكان يجيبني للكنيسة، واتذكر كان يعطيني شوكليت على مود أروح الكنيسة. فبعد ما شوية كبرت وصلت لسن المراهقة، فديوم أبويا قال لي أتمنى أنه كان أمنيته أنه يشوفني على المدرسة. أشكر الله قبل ما يتوفى أبويا حققت له الأمنية، وكنت على المذبح في كويسنجر. بعد ما أبونا متى نفسه اللي يعني كبرت جوا إيده، علمني كلداني وعلمني واي أشياء، قرر أنه تكون رسامة في عيد الصليب سنة 90 على يد مثلث الرحمات ستيفان بابكا. كنت أنا وابن خالي الشماس كاربان نفس اليوم أخذنا الرسامة، رتبة الرسامة الرسائلية. بعدين بسبب الدراسة تحولنا إلى بغداد. أول كنيسة دخلتها في بغداد كانت مارتوسف. في بغداد خدمت مع كثير من الكهنة، كثير. أكثر مدة خدمتها كانت في دير راهبات بنات مريم الكلدانيات، دير الابتداء في الزعفرانية، مع الله يرحمها، ودير العام لراهبات أيضا في يعني راهبات بنات مريم، كانت دير العام في مسبح في بغداد اللي حاليا هي مع سير مريم الرئيسة. فأنا خدمت هذا الدير أكثر مدة مع أنا بالنسبة لي أسمي القديس، الكاهن القديس الله يرحمه أبونا كوب المخلصي. تعلمت منه أشياء كثيرة كثيرة، كنت أخذه من الكرادة، أخذه للدير على مود نسوي قداس للراهبات، كنت أستغل هالعشرين دقيقة بسؤال معين أسأله عن الكتاب المقدس وبالرجعة نفس الشيء. خدمت مع كهنة في بغداد، يمكن آسف ما راح أتذكر أسماءهم لأنه يعني كل شيء ضايع. في بغداد بنفس الوقت لما كنت أختم الراهبات دخلت دورتين لاهوتية مع حالياً سيادة بطاني سبتومة، كان هو مدير الدورة اللاهوتية، فخلصت دورتين لاهوتية إلى أن بنت كنيسة في الزعفرانية، كنيسة ماربولس، وعينوا المرشد والأب والصديق أبونا الغالي أبونا فرانسيس شير. أبونا فرانسيس شير خدمت وياه سنين طويلة في الكنيسة، ما كنت بس شماس، كنت في فترة كنت مسؤول الأخوية الشبيبة، كنت أدرب الجو، وأيضا مسؤول التعليم المسيحي. كانت كنيسة جديدة حاولنا نبنيها بشبابها بتواضعها، من أحلى كنائس اللي خدمت فيها، لأنه كانت كنيسة أول ما بنت ما كان عندنا كراسي نقعد، فهل تواضع بالكنيسة انطتني روحية أكثر أنه أختم، أظل مصر بخدمتي بهالكنيسة. وبقيت آخر قداس خدمت به كان في يوم عيد الصليب مع أبونا فرانسيس شير في كنيسة ماربولس سنة 97. من 97 حضرتك خارج العراق، بحدود 25 سنة مقيم خارج العراق، هل زرت العراق مرة ثانية وشون شفته؟ خدمت هناك بعد الزيارة أو أثناء الزيارة؟ أكيد 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 زرت العراق 4 مرات. أكيد خدمت في كنيسة كويسنجر، كان الله يرحمه أبونا دلحة توما
وايضا مع ابونا زيا. اخر سفره كان ابونا تنحى وايضا ابونا زيا. وخدمت في نفس الكنيسه، كنيسه بونسنجر، اللي لا يزال هي كنيسة المتواضعة الحلوة اللي تذكرني أكيد بأيام طفولتي وعمري ما راح أنساها. بالمناسبة في كنيسة بونسنجر كان عندنا شمامسة ربينا على إيدهم، مثل شماشة يلدى سلمان، شماشة شاعية. طبعا كان أنا مثلي الأعلى، الله يرحمه ابن عمي وفى شماس يعقوب ابراهيم، كان عمي ساعور، عائله كلها متواجد بالكنيسه، الشعب كله كان يتواجد بالكنيسه. واحلى شيء في كنيسه بونسنجر بصراحه ما يحتاجون شماس، الشعب كله شمامس، احلى شيء. امين. خلني نتعرف شوية على شخصك أكثر شماسنا. حضرتك عندك هالموهبة الجميلة، كتابة وتلحين تراتيل، من المواهب الأخرى اللي تمتلكها وهواياتك ما هي؟ هواياتي المواهب طبعا، يعني ما عندي مواهب ثانية طبعا. هوايات هواية بس منها يعني احلى شيء عندي، احلى شيء يعني من هواياتي اللي احبها كلش، انه اطور عزفي، اتطور بالعزف اكثر مما اني حاليا به. يعني هوايه عزف عندي اياها من زمان. عزف اي مآله؟ اورجن. نعم. حاليا تعزف بوقت فراغك؟ اكيد طبعا، بما انه ماكو وقت فراغ يعني اساسا، بس احاول اكيد لما يكون فعلا اكو وقت فراغ. نعم. شويه اعزف. الحاله الاجتماعيه شماسنا؟ انا متزوج وعندي بنتين. الله يخليهم. هل بناتك تحس عندهم امكانيه الترتيل ايضا او الصوت الجميل توجههم؟ ما شفت هالموهبه بيهم بصراحه، يعني اكيد ملتزمين. نعم. ملتزمين. ك تعرفين اللي يولد في اوروبا اكيد هم ملتزمين، ككنيستنا، كايماننا، كطقوسنا، كصومنا. اكيد اشكر الله، اشكر الله، اكيد ملتزم. بس كموهبه ترتيل ما شفت بيهم موهبه ترتيل، فلذلك ما حاول. إذا امرأة أو رجل اتصلوا بحضرتك وقالوا نريد نرتل، هم ما عندهم تجربة سابقة بالترتيل، جوابك ماذا سيكون؟ أول شيء عندي مبدأ اللي دائما كنت أستخدمه لما كنت أدرب كورالات، ماكو شيء اسمه صوت حلو وصوت محلي. عندي هذا رأيي، ويمكن اكو كثير من العالم اكيد يخالفوني الرأي، بس انا عندي ماكو صوت اسمه محلي. الصوت المحلي منو اللي يقرر انه هو محلي؟ اكيد المستمع. بس هذا الصوت لما نجي ندربه ونصقله ونهيئه بشكل صحيح موسيقيا، يلتزم بشروط الأداء، أكيد راح يطلع صوت حلو. فأيا كان إذا طلب مني ترتيله، صحيح أني قلت أنه أنا أختار الصوت، بس إذا الشخص نفسه يحب يرتل ترتيله إلى، أكيد أني موجود وأكون أساعده، وأساعده بفرح، ما بس أساعده، بالعكس. لأنه اللي يحس صوته ما حلو يحس أنه هو محروم من شيء اسمه الترتيل، فليش ينحرم؟ أكيد لا يرتل، أكيد أكون أول الناس ساعده.
طبعا نفتخر بك شماسنا على هالخدمات الحلوة اللي تتقدمها للكنيسة. فكلمة أخيرة لجمهورنا الكريم. أول شيء أشكر حضرتك على تعبك، على كل المكالمات اللي صارت بيني وبينك لهاللقاء الحلو. أشكر كل واحد يرنم مجانا، أشكر كل واحد يخدم كنيسة مجانا، ما بس اسم، مو أنا اسمي مرنم لازم يكون عندي سيدي على مود أكون معروف في كنيستي، بالعكس أحلى ترتيلة جميع كنائسنا ترتلها وهي بمثابة مثل نشيد وطني لكنيستنا اللي هي ترتيلة جمد بابا وبرونا. أطلب من جميع مرنمينا مرنمات اللي فعلا هم مثل الشموع في كنائسنا أنه نقدم أكثر أكثر لكنيستنا. وطبعا من منبركم أكيد راح أطلب من أي صوت من أي إنسان ما يكون مرنم، أي شخص يحب يرنم أكيد راح أرجع أقول أنه أنا مستعد أصل وأسهر معه ونسوي أحلى النتيجة نخدم كنيستنا، وهذا المطلوب منه. شكرا جزيلا الشماس بهزات إسحاق من هولندا، وسلامنا إلى أبونا فارس غازي وأبنانا الموجودين يمكم. شكرا شكرا شكرا. متابعينا نودعكم بكلمات ممزوجة بعطر البخور، وكلنا أمل أن نلتقيكم بحلقة أخرى من برنامج صوت ملائكي.